طبعا لقينا جواب، الجواب كان مكتوب فيه ان انا هستلم الشاره، وكان مع الجواب ان في ليا دقيقتين اكلم فيهم حد من الزملاء اللي مشيوا. فاخترنا ان احنا نقسم الدقيقه او دقيقه، دقيقه العشماوي ودقيقه الهبه. حسن يا ابني، يا حسن شكلها حاجة وحشة. بما انك المشتركة الوحيدة التي صمت في ارض الخوف لمدة 9 اسابيع. ايه ده؟ عالي صوتك. جائزتك اليوم هي رحلة إلى مركز التجميل ليهتم متخصصون بجمالك أو خطة ممتعة. يا دلعك يا دلعك. يا بوتي أبوي تثبتي سلامي. لازم أحسن حاجة، ما ينفعش أروح منظري ده. يا بنت اللذينة، هيعملوا فيك إيه؟ فدي كيرماني كيرماني. آه ماشي يا أختي. طب أنا أصغر واحد يعني. بقالي 9 أسابيع. عايز إيه؟ عايز كيف؟ أنا عايز أدوني حتة. طب أنا هخش أغير بقى شيء. هروح دلوقتي يعني؟ مش هتأخر دلوقتي عندي؟ بس انت رايحة تعمل الهانم رايحة جالها راحة بيوتي سنتر تقريبا. بيوتي سنتر ده هدية؟ اه عشان هي البنت الوحيدة اللي فضلت موجودة لحد دلوقتي. ايه البيوتي سنتر؟ عشان انا اخر بنت فضلة في الكامب. عندي هدية ان انا هروح لبيوتي سنتر يعني. I don't know about what to do يعني. Pedicure, manicure probably يعني. اندهلو خد رايك كده. ممكن بس انت تعتذر اصلا. لا انا مش هعتذر، انا هنزل من محتاج اروح. بفري اسمه مكسور امبارح في البولينج، مش طايق نفسي. بيصلحوه يعني ولا بيلحموه؟ بيظبطوني بقى. طب هو مش هيطلع، هو اتكسف. طيب ماشي اهو. عارف انا رايحه فين؟ اه عايز تيجي معايا؟ فين؟ مش عارف. لا والله مش عارف. بيوتي سنتر. اجي معاك يعني؟ ها؟ عايز تيجي معايا؟ ما عنديش اي مشاكل. يلا. هتروحي امتى النهارده؟ لا ما ينفعش تيجي معايا، انا هروح لوحدي. لا هروح معاكي كلنا. عمر عايز يروح. انا عايز اروح البيت. عمر عايز البتاع اللي بتقول عليه ده. ايوه احنا هنيجي معاكي. او نروح احنا ونخليك انت. ايوه احنا محتاجين ساونا جاكوزي. ايوه عايزين نعمل سبا. هو البيوتي سنتر ده بيبقى فيه ايه يعني؟ الحاجات دي يعني. طيب عايزين نروح نعمل واحد باص خلاص. في جيم عشان انا مسافر بعد بكره. والواد ايهاب برضه هنحاول نطيره بعد بكره. الولاد كلها غارت مني لان هم شايفين ان هم برضه ما فضلوا زيهم زيي، ومش شايفين لازم يبقى في اي تفرقه يعني. بس انا انبسطت قوي لان انا كنت بحاجه يعني، كنت يعني انا من ساعه موضوع مناخيري وكده وانا عايزه حاجه ترفع لي من روحي المعنويه شويه. فدي كانت سربرايز حلوه جدا ما كنتش متوقعها خالص يعني. لا لا انا لو عايزاني انا اجي معاكي ما عنديش اي مشاكل. لا ميرسي. اساليني انا. طب بتساليني ايه؟ طيب سلام. اه طبعا. طب عمر عايز يروح اهو. خدي عمر. ايه ما ينفعش تلاقي 6 مشتركين يروحوا معاكي. هو ليه انا لوحدي؟ لا بجد انت روحي خشي شوفي انت عايزه تعملي ايه. انت اعملي موزامبي ليه واحنا نعمل موزامبي ليه؟ انا مش عارف انا مفيش انا بعمل اه موزامبيلو. اه فردة مش فردة. كفاية حقد بقى لو سمحت. ايه ده؟ دي فردة. لا انا عايز انا داخلة يلا. باي. يا عم بيقولك. طب احنا بقى رايحين معاكي بقى. ايه اللي بتاعه؟ هنروح معاه يا معلم. خلاص بقى. هي الرسالة قالت لك ايه بالظبط؟ جايزتي ان انا اروح لمركز تجميل اليوم. ايوه جايزتك على ايه؟ انا اسف ثانية واحدة. جايزتك على ايه؟ عشان انا اخر واحدة بنت. هو مش ده المهم يا بنتي؟ احنا اللي مخليني كده اصلا. اخر واحدة ايه؟ خلاص. ايه يا مهاجر؟ عايزة تقعدي؟ عايزة شوف عم تاني وقع ورا هنا يا ابني. احنا بنتكلم في ايه؟ انا داخلة اجعل. طب ماشي ماشي يلا. طب اسمعي انا خلاص يا بص هاجي معاك انا. ميرسي. خلاص اوكي؟ يلا. يلا انا داخل استحمى عشان ابقى جاي. استحموناش تاني بقى. وانا هاخد شاور كده سريع عشان باجي معاك اخلي بالي مني. نستنى احمد
لما يرجع من المستشفى عشان موضوع ايده ده ولا لا لا ما اعرفش هو طول ولا عشان ايديه. طب والاخرين اللي بيستحموا جوه دول مع نفسهم برضه؟ لا لسه هم داخلين بالظبط بقى، احنا عمالين نتحايل عليهم بقى نص ساعه. تسمعني تطلب عشماوي ولا ما هنتكلم عشماوي الاول وبعدين نتكلم. احنا كلنا كان عشماوي وحشنا قوي، كنا بنتكلم عليه ان هو مشي بدري قوي وحسينا ان هو تاثيره كبير فما شبعناش منه، فاتفقنا ان احنا نتكلم عشماوي في النص بقى. في النص يس دوس يس يس شمال بيرنس عشماوي عشماوي لسه زي الزفت وحياتك وحشني قوي عشماوي. عم مثلا بص لسه ما علينا في موضوع النكدي ده. بص دلوقتي مهاب كسب تاني الليدر، فاحنا كسبنا دقيقتين اكشلي دقيقه واحده بس عشان هنكلم هبه دقيقه تانية، فاحنا هنكلمك دقيقه واحده بس. حبي معاك معاك مهاب وانا ومحسن وعمر. عامل ايه يا معلم؟ يا عسل مش موجوده. على فكره جميع كله بيسلم عليك. احنا كلنا بنسلم عليك. ايوه يا معلم احنا كلنا بنسلم عليك. ومعلش هو جميل وايهاب بياخدوا الشاور بتاعهم بتاع كل يوم واحنا كان لازم نكلمك دلوقتي. انت عارف جميل واقف قدام المرايه بقاله نص ساعه. المهم انت عامل ايه؟ ربنا يحفظك. قابلت هبه ولا لسه؟ قابلتها انا كلمتها وطمنتني الحمد لله. طب ايه ده عايز؟ ناس ودوري ومراحيه بس انت والناس. كانت طبعا زي عادته المكالمه كلها ضحك وتهريج، وقعد يقول لنا بقى ان احنا وحشينه جدا، وقلنا له هو قد ايه وحشنا ومؤثر فينا يعني غيابه، وطمنا عليه الحمد لله. وهو بقى قال لنا ان هو منتظرنا في مصر ان شاء الله. ازيك يا عشماوي؟ يا عشماوي ما نتلكش حاجه على صباي؟ يا عشماوي انا محسن. يا عشماوي ازيك؟ عمر محسن ابي شوف ما بيتكلم دلوقتي يا ابني. عامل ايه؟ خلاص عشماوي هو انا محظوظ فعلا انت ما تعرفش. بقول رئيس العصابة كويس والله، ايديه متشنيرة خالص، ايديه بس اتجلطت فهو بيغير عليها. عشمو احنا خلاص معانا ثانيتين وحرافل. عشماوي سلام. عشماوي 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 راح. عشماوي كلهم برضو كان لسه هبة مقصرة فيهم لان هبة لسه كانت ماشية على طول يعني، فقلنا خلاص نكلم هبة كمان. مقفول يلا مش مشكلة لينا دقيقة مع الكرو نتكلم. انا 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 من رايي كل طرف حاجه ثاني. اي الناس بتكلم اهلك في شريهان في مريم قعدوا بقى يقولوا طب هنكلم مين. فقلنا خلاص بما ان احنا كلمنا ولد نكلم بنت، فقلنا نكلم شريهان. قعدنا بقى نهزر معاها عشان طبخنا من غيرها، وهي كانت مسؤوله عن الطبيخ قبل كده وايهاب وكده كانت بتغسل لهم وحاجات كده يعني. الو شريباو. الو شريباو. شريه دي اختها دي اختها. تحيه من الارجنتين. ممكن اكلم شريهان؟ شكرا. شريباو مين بيقول لك شريباو يا متخلفه عقليا؟ شريخام. ازيك؟ الجنود. لا انا لسه هناك. احنا كلنا حاسسين ان احنا مع بعض في اسكندريه مثلا. احنا والله انت وحشتينا اكتر يا شريباو. احنا قررنا ان احنا نكلمك، احنا اربع حاليا يعني في اتنين في الحمام. ايهاب بيقولك انه محتاس جدا وشرباته خلاص بقى بيمشي حافي دلوقتي مش لاقي حد يغسل له الشرابات. ايوه والله انت اكتر انت عامله مش عملنا ملوخيه. ايوه احنا معاكي. شربان انا مهاب. انا مهاب عامل ايه؟ بقولك ان احنا عملنا ملوخيه برضو والرز طلع وحش قوي يعني. كنا محتاجينك في الملوخيه اصلا، سيبك من الرز ما احنا بوظناه كتير. ازيك يا عمر؟ ازيك يا شريال عامله ايه؟ معلش احنا بنتصل في وقت متاخر بس والله انت عارفه بقى. عادي والله ربنا يخليكم يا رب. ما كنتوا افتكرتوني اصلا. هتقول ولا اخش؟ ازيك يا شريهان؟ انا هادي. ازيك يا هادي؟ عامل ايه؟ وحشني جدا. وانت كمان والله وحشتيني جدا. بس بقى يلا كفايه كده يا شريباو. بس الاوضه فاضيه من غيركم يعني. طب تعالي هنا تعالي هنا تعالي هنا عشان قول لنا كل براك مش تمام.
والولاد كلها عليا. عاملين عاملين يعني انت مش متخيله عاملين عليا ايه؟ كمين عليا؟ قولي لها ان انت بقيتي لوحدك اصلا. انا ما يعرف لا عارفه انت دلوقتي خمس بنات لهم انا مش لوحدي. شايفين؟ سلام سلام. طيب والله شيل ان انت وحشتينا جدا بس احنا لازم نقفل. انت عارفه السيستم يعني. انا عارفه طبعا يا حبيبي والله بجد خلصت قد ايه. طيب باي باي شيرين مع السلامة مع السلامة. الو معلش الفيل معلش عشان معانا ويتنج معانا ويتنج بس معانا مكالمة أخرى ونقول ألو. يلا اختفي يا موبايل. اتفقنا على السيناريو اللي هنقبله الحلقة بتاعت اللاني. انت احتمال تكون مسؤول الرياضة بس هنعمل لك كرش كيف؟ مش ما كل حاجه مش هتبقى زي ما هي يعني. ايوه هتبقى مسؤول رياضه بس هيتعمل لك كرش حلو كده. لازم تقلل اسمه ايه يعني المفروض ملوش علاقه بالرياضه اساسا. عايز كرشك مضايقك؟ ايوه ممكن تقول الجزء ده. انت ايوه تعال بصل على كرشك مضايقك؟ عايزه تخسي شويه عايزه مش عارف ايه انسي شعر صدرك بيطلع. عمر هيبقى هنسميك ايه؟ هنسميك مهاجم. فهمني بقى انا هعمل ايه بس؟ ايه؟ فهمني انا هعمل ايه؟ يعني احنا قاعدين في لقاء ولا هتبقى اتصالات اتفاق؟ لا 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 لقاء لقاء انتوا اللي قاعدين لقاء. معانا مسؤول الرياضه الاستاذ عمر مثلا كرشو. معانا مسؤول التحديات الاستاذ جميل كله تمام؟ جميل كله تمام. ده الناس كلها بتشتكي من التحديات ان صعبه وخطره ومش عارف ايه وهو شايف الحياه حلوه خالص وكله تمام. يبقى انت عرفت الكاركتر بتاعك ايه؟ مسؤول الرياضه. انت مسؤول عن الرياضه بدام احمد مش موجود نخليه مسؤول الرياضه والاصابات. خلاص يبقى هو مسؤول الصحه وخلاص ويطلع التقرير بتاع صباعه. يبقى انت مسؤول الصحه اللي في لك ايدك كلها بشاش. مسؤول صحه بقى بيقول ان مفيش اصابات واخد بالك وبيتكلم في دي اساسا. ماشي يبقى انت جميل كله تمام. طب بيعمل ايه بقى؟ الناس بتشتكي من التحديات وانت بتنفي وبتقول ان التحديات كلها تمام ومفيش حد اتحرق ومفيش اي حاجه وكله تمام. انا هدي كل واحد فيكم مكالمه تمام على الناس اللي بتشتكي مثلا على الصحه. الناس اللي بتشتكي من التحديات ماشي. الناس دي بقى مين ده؟ بس مش هتبقى نفس الكاركتر صح؟ اللي انت هتبقى انت الناس اللي بتتصل. انا التليفون انا هبقى قاعد في كل مكان مختلفه. ايوه طبعا. وبعدين هيبقى احد المشتركين برضو اللي هو بيشكك في كلام جميل كله تمام ان التحديات مش عارف ايه وبيقول انا اتحرقت ومحروق ومولع ومش عارف حاجه زي كده. في بقى احتمالين بالنسبه لك. لو لبنى ما رضيتش تعمل لبنى طيابه اللي هي قاعده جنبي مذيعه وانا بقطع عليها في كل الكلام لو حسيت ان مثلا ممكن ده اثر على البرنامج بتاعها في حاجه ولا حاجه يبقى انت تعملي مكانها لبنى طيابه. لو هي عملته انت هتعملي ام احد المشتركين. جايه بقى مولعه الدنيا مصوته ومش وابني ومش ابني وده المشتركين وده المشتركين وده ايه اللي هو ايه جه مسابقه وطبعا مامته قلقانة عليه. ده المفروض ان هو الطفل الموجود معانا في التليفون. يعني ابقى في التليفون ولا ابقى في الاستوديو؟ ليه يا عم؟ اسمعني هيب انا في الاستوديو ولا لا لا في الاستوديو. هتيجي الاستوديو. ابقى في الاستوديو. انت هتطبي علينا في الاستوديو بقى اشوف لك حاجه سوداء. العالم طبعا باظ ممكن تلبسي مش مشكله يا فكوت. لا 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 انا عايزين ام مسترات. هي مش هنعمل الفكره بتاعت ام مسترات ايه يعني وام اي حد كبير في الستينات ست بلد هتخش ترد احطها مش عارف. استنى انت وقفيت ولا ايه؟ ممكن تمسكي ايدك محمد في ايدك وانت داخله. تخش بيه فاهم؟ وتشاوري عليه بص بص عينه بص رجله بص ايده. كذا. ما هو ده اللي هيدافع عنه بقى هيدافع عن الكلام اللي انت قلتيه. انا قصدي عشان معتز يعني سو ان سو متشلط خالص فيعني ابني هو لا على فكره والله اوقع هادي. عارف حتى هادي اللي هو مش هيتكلم خالص اصلا دلوقتي لايمه بالدور كله. طب ثواني ثواني حرام عليكوا. لا هادي انت شايف نفسك في شخصيه ايه ممكن تعملها في اللي انت شفته ده البرنامج اللي احنا هنعمله ده؟ والله بص بص ممكن ده بقى ده عنده امتحانات. لا لا ممكن يبقى مسؤول التغذيه. لا مسؤول التغذيه ايه؟ ان الاكل في الاستنطات حلو وكده. على اساس ايه بقى؟ يعني عشان ما نتريقش على فكره ممكن نطلعه اللي هو شكاوي والاقتراحات كلها في النهايه بتروح له وهو لا بيبت ولا بيلت ولا بيعمل اي حاجه. لا يا عم ما هي الشكوى بتروح للمسؤول عن الحاجه. صعبه دي. هو يا عم ممكن مسؤول التغذيه. لا هو هيبقى المتحدث الرسمي باسم الكامب. هو It's not personal. ما هو عشان كده هو يعني تشتغل عليهم كلهم. طيب خلاص خلاص. طب ايه رايك تبقى انت متحدث باسم كل زمايلك؟ انت متحدث رسمي ومعانا احد المشتركين. انت هتكون بره الكادر وتخش ضيف زياده ومعانا احد المشتركين. ده بقى مش فاهم حاجه خالص.
ممكن نتكلم عن كل تحدي لكل واحد صاحبه حصل له تلخبط كل الكلام اللي احنا قلناه بالظبط. ايه رايك انت خليك على طبيعتك انت قدام الكاميرا خليك على طبيعتك وانت هتلخبط كل خلاص ماشي هادي ماشي ومعانا احد المشتركين استاذ هادي هادي الضايع او مثلا لا 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 هادي المتحدث الرسمي باسم لا لازم يكون له هادي حاجه هادي حاجه ما كلنا واخدين هادي تحديات لا لازم يكون حاجه في التجميع يا جماعه كل ما بتيجي تسالي انك مش هتكلمي اصلا اروح اقول لها تقول ايه بس لا تحاول تبدا السؤال بحيث ان انا اقول لها لا 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 في سؤال تاني اهم اروح قايل نفس السؤال فاهمني هو بيعمل كده برضه بياخد منها سؤال ويقول طب والامنا بتعمل ايه تتفرج تتفرج نسيت انا الموضوع لازم تعمل حاجه يا جماعه لا يعني هتبقى قاعده تتفرج يا ابني هي هتشارك معانا في الحوار بدون ما ايه بدون ما تشعر لو هي مش عايزه تعمل اصلا الدور لو هي مش عايزه تعمل الدور ده وحاسه ان الدور ده ممكن ياثر خلاص يبقى تتفرج